امبارح كلنا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي صور الافتتاحية لمعرض الكتاب، وقد ايه الشباب ويمكن كمان الكبار كل الفئات العمرية الحقيقة كانت مهتمة انها تروح معرض الكتاب، وواقفين ومنتظرين دورهم لدخول المعرض اللي تم افتتاحه في مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. الحقيقة انه المعرض القاهرة الدولي للكتاب حدث مصري دولي بيتم تنظيمه كل سنة بكفاءة واقتدار الحقيقة، وبشهادة آلاف الزوار سواء المصريين أو كمان الأشقاء العرب اللي بيشوفوا في مهرجان للثقافة والأدب. والسنة دي شخصية المعرض هي الأديب الكبير يحيى حقي. طبعا يعني لما بنقول يحيى حقي كلنا بنفتكر قنديل أم هاشم، حتى إنه هو قال إنه ده أحيانا كان بيضايقه إنه الناس بتربط اسمه دايما بس بقنديل أم هاشم، لكن كمان قال إنه من كتر ما كتبتها من قلبي دخلت في قلب الناس زي الرصاصة. فنرجع للمعرض، و الحقيقة إنه ده الميعاد الطبيعي للمعرض في يناير. السنة اللي فاتت اتعمل في يونيو عشان أزمة كورونا. واضح انه الدوره السنه دي هتكون باذن الله دوره مميزه زي اللي قبلها، لانه الحقيقه انه بلدنا عودتنا انه لما بنعمل حاجه كل سنه بنبقى عايزين يعني نعمل احسن ونطلع صوره افضل ممكنه من السنه اللي قبلها، ونتفادى اي حاجه كانت الناس بتتكلم عنها كانت ممكن تضايقها في الدوره اللي فاتت. الحقيقه انه كمان المصريين بيتعاملوا مع المعرض باعتباره حدث ثقافي وفي نفس الوقت فسحه حلوه. احنا النهارده الجمعه وبنتكلم دايما على انه يوم الجمعة يوم العيلة، وفرصة كبيرة ان احنا نتلم كعيلة ونروح معرض الكتاب، علشان كده تلاقي كتير من الشباب حريصين على انهم يروحوا بدري. تقريبا المعرض بيفتح على الساعة 10، يلحقوا المعرض كله ويدوروا على الكتب اللي هم عايزينها. وبمناسبة الكتب، المفروض ان احنا نحاول ان احنا واحنا رايحين المعرض نبقى عاملين لست للكتب اللي احنا عايزينها، علشان واحنا بنلف وبناخد الجولة بتاعتنا داخل المعرض كمان نكون عارفين ايه هي الكتب اللي احنا عايزين نشتريها وهتكون موجودة فين. اللف جميل ومميز داخل المعرض، والأقسام كتير، بنتكلم على أقسام للأزهر وسور الأسبكية ومدينة للفنون والثقافة داخل المعرض، لكن كمان في الآخر أنت عايز تطلع بقائمة كتب تكون شاريها من المعرض. بنتكلم كمان مع حضراتكم عن يعني انه لازم تعدي جوه المعرض على دور النشر الحكوميه المدعمه زي مكتبه الاسره والمركز القومي للترجمه والمجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه والازهر والهيئه العامه للكتاب والمجلس الاعلى للثقافه. تلاقي هناك عروض كتيره جدا على الكتب، طبعا باسعار مخفضه، وده بيهم كل الزوار اللي موجودين. لا اكيد يا هدير، يعني فكره المعرض نفسه مش عارف لسه موجودة ولا لأ، بس أنا افتكر كده وأنا طفل صغير، وأنا لسه طفل صغير ما كبرتش، كان أبويا ربنا يديله الصحة بياخدنا، نبقى عارفين إن في يوم جمعة أول جمعة بعد افتتاح المعرض رايحين معرض، رايحين كده الصبح، صحينا الساعة 7 الصبح، ربنا يديله الصحة، أطفال صغيرة كده يلا عشان هنروح المعرض، نفطر وبننزل نروح المعرض نقضي اليوم كامل هناك. ما بنبقاش في الغالب محددين إحنا هنشتري إيه، يعني احنا اطفال ما كانش في دماغي، بس ابويا بيبقى عارف هو كان هيجيب كتب ايه، لكن انا واختي ننزل المعرض بنلف بنتفرج، ناس بتشتري كتب، لقينا ندوه نخش الندوه، ما احناش عارفين مين اللي بيتكلم ولا مخططين ان احنا نحضر ندوات، بس بنخش نسمع بعدين نخرج ونخش ندوه تانية ونسمع شعر ونسمع مزيكا ونخش الدور او الهناجر، بقى كانت ايامنا هناجر كده بتبقى معموله، كل هنجر في دوله شكل مثلا موجوده بتعرض بعض من كتب الاطفال او كتب الشباب للزوار، فكانت رحله عظيمه جدا جدا. طبعا بقى بيبقى في فشار بره، عربيات الفشار دلوقتي طبعا الامر تطور بقى في عربيات كتير وبتاع، ودي تاخدنا نقطه مهمه جدا جدا، الناس تحافظ على نظافه المكان يا جماعه. الناس يعني انا شفت في من حوالي 3 سنين أو 4 سنين الناس كانت بتاكل وبترمي الحاجة مكانها، والعمال يعني صعبوا عليك جدا إن هم واقفين بيلحقوا على، يعني مش عايز أقول بواقي الأكل والزبالة اللي مرمية في الأرض من كل الناس اللي حاضرة، فأرجوكوا حافظوا على نظافة المكان. دي نقطة تانية، لأن اللي بيقرأ هو نظيف في هندامه وفي تعامله مع الكتب وفي حياته، مفيش شخص بيقرأ و عنده مخ وعقل يبقى بيتعامل بهذه الطريقة. يعني خلينا نعدي النقطة دي. النقطة الثانية هي فكرة هل إحنا شعب فعلا بيقرأ ولا لأ؟
في ناس بتقول احنا شعب بيقرا نسبه وتناسب، وفي ناس بتقول عدد اللي بيقروا قل، بس مع الزياده السكانيه اللي احنا بنحاول نسيطر عليها لازم يبقى في عدد اكبر من الناس اللي بتقرا. والقرايه هنا ارجوكم يعني ما تبقاش قرايه بتاعه كوبايه ميه انت عمال تملاها ميه لغايه لما تدلدق. في فرق بين ان انت بتعبي وان انت بتستوعب، ودي نقطه ودتنا في وقت من الاوقات لاماكن يعني سودة جدا جدا الله لا يرجعها. القرايه ما هياش بس ان انت عمال تحط كم فوق كم، لازم تستوعب. واقرا للي انت موافق عليه، واقرا للي انت مش موافق عليه عشان تعرف بمخك تستوعب وتفرز. لكن القرايه في اتجاه واحد غلط، لازم تقرا كل حاجه وتبقى عارف انت واقف فين عشان تتاكد من اللي انت مصدق فيه، تتاكد من فكرك في الدين، تتاكد من فكرك في السياسه، تتاكد من فكرك في الاجتماع. الكتب فيها كل الافكار اللي في الدنيا، يعني يوسف شاهين كان بيقول الافكار ليها اجنحه. خد كل الاجنحه اللي في الدنيا وخد كل الاجنحه اللي في معرض الكتاب عشان تعرف تحط رجليك على الارض وتبقى ثابت. تفكر الكتب ما هياش ورق بس، وان كانت يعني انا من الناس اللي بتحب موضوع الورق، ما بحبش القرايه الجديده اللي على الحاجات الالكترونيه، دقه قديمه شويه، بس بحب ريحه الكتب، بحب احتفظ بكتب حتى لو يعني في المكتبه عندي، حتى لو كتب مش هقراها او ما قريتهاش عفوا، هي موجوده عندي لان هيجي لها يوم، الكتاب ده مهم فيبقى موجود عندي في المكتبه. وارجوكوا في كتب مهمه جدا جدا موجوده واسعارها زهيده. فرع سور الازبكيه او مكان سور الازبكيه، الهيئه العامه للكتاب، المجلس الاعلى للثقافه، الأماكن دي عندها كتب مدعمة. المجلس الأعلى، الهيئة العامة للكتاب عفوا، عندها سلسلة الأعمال الكاملة لكبار القامات المصرية في الأدب وفي الرواية وفي الشعر وفي التاريخ أيضا. دي حاجات مهمة جدا، الأعمال الكاملة، وأسعارها رخيصة جدا جدا، فالناس اللي تحب تروح وتشتري من الحاجات دي. وفي أماكن تقدر يعني مش تستعير بقى، إن أنت تقرأ وتطلع عليها وتاخد فكرة عن الكتاب، ولو عجبك تشتري أو ما تشتريش. القرايه مهمه جدا جدا، وبقول الكلام ده لكل اصدقائي والناس اللي في سني اللي عندهم اطفال صغيرين او شباب صغير. ارجوكوا روحوا خدوا ولادكوا علموهم من وهم صغيرين يقروا. ما ننساش القرايه في وسط زحمه الدنيا. وانا بحب ارجع من الشغل ارتاح، افتح التلفزيون ساعه ولا ساعتين، اتفرج على حاجه تريح بالي وتشيل الهم من على دماغي. لك كل الحق، بس الاطفال ليهم حق عليك ان هم يقروا عشان نطلع جيل عنده مخ، جيل قادر يبني فعلا المستقبل ويعتمد على نفسه، ما يبقاش مستني بابا وماما يحطوا له شويه فلوس عشان يخش الجامعه، او بابا وماما مستنيهم يعملوا لي الفرح او يدفعوا لي المهر او يدفعوا لي الشبكه. كل الحاجات دي بتبتدي فعلا من الصغر. القرايه ما هياش كتب المدرسه، القرايه فعلا الكتب اللي بتخلي الاطفال يبقى عندهم معلومه ويفتح لهم الخيال والافاق. فكل سنه واحنا طيبين، وكل معرض كتاب والمعرض كمان السنة دي حسام عامل 5 قاعات للأطفال، والأطفال تحت 12 سنة دخولهم مجانا، فأعتقد إنه مفيش فرصة أفضل من كده نشجع بيها أولادنا إنهم يقروا. بنتكلم كمان عن 11 خط أتوبيس يوصلوك لحد باب المعرض، موجودين من كل حتة في القاهرة، فيعني منتظرين إن حضراتكم تستمتعوا بالمعرض. السنة دي في 5 منافذ كمان للبيع علشان نسهل على الناس، غير المنصة الإلكترونية علشان تقدر تحجز التذاكر وتروح تستمتع بمعرض الكتاب. بنصبح على حضراتكم في كل مكان، وجمعة مباركة على حضراتكم.